المهم قرارك بيكون من جواك يا ابني. الجواز مش لعبة، ضربة مقدس. انت فاهمني طبعا يا ادوار. طبعا يا ابونا، بس هو انا كنت عايز اقول لحضرتك يعني ان كلام حضرتك ده لو معناه ان انا ههرب من المشكلة بتاعتي او انسى فايام سوري يعني حضرتك تبقى غلطان. الموضوع ان انا كبرت وخرف يعني لا مش عايز اخرف يعني هو يعني لازم اعمل اسره وبيت وبعدين انا على فكره ظروفي احسن من ناس كتير. خلاص يا ادوار انا هشوف لك عروسه كويسه من بنات الكنيسه واروح معاك ونخطبها. انت اي بنت تتمناك؟ لا ما هو انا يعني انا اخترت خلاص. إيه؟ اخترت من غير انا ما اعرف؟ اخترت مين؟ لا هي حد يعني اصغر مني بكتير شويه يا ابونا فانا مش عارف ده ممكن يبقى صح ولا غلط. طب قول لي هي مين بس عايز اعرف. يعني هي يعني مريم عطله. عطله جرجس الله يقدس روحه. بنت كويسه يا ادوار. خلصت الدراسه؟ مش عارف بس هما يعني قالوا لي انها هي تقريبا معهد سنتين بس كده يا ابونا انا الفرق بينه وبينها هيبقى 7 سنين. لا انا شايف الفرق مش كبير ولا حاجه. في جوازات بيبقى فرق السن اكبر من كده بكتير. انت كلمتها بقى؟ لو المسيح لا انا اول ما فكرت كده قلت لحضرتك على طول. مالك خفت كده ليه يا ابني؟ خلاص احنا نطلب والدتها ونقول لها بس عرفني قبلها بيومين عشان تعرف احنا رايحين ليه. ايوه بس ابونا انا عندي مشكله بس انا الشقه عندي كبيره فحضرتك تفتكر ان هم ممكن مثلا يطلبوا شبكه كبيره؟ يعني انا معايا مبلغ على قد كده يا دوب يكفي العفش وشويه حاجات على قدنا يعني. قلت لك ما تخافش. على العموم احنا نعمل اللي يريده الرب بس انا عايزك تقعد مع نفسك كده يومين تفكر يمكن تلاقي واحدة تانية أنسب لك. أنت زعلان كده ليه يا ابني؟ إيه؟ لا لا مش زعلان والله لا مش زعلان أنا مبسوط جدا بس هو فكرة إن أنا أتجوز دي حاسس إن أنا هبقى إنسان تاني يعني وبعدين مفيش داعي على فكرة للتفكير يعني هي مريم كويسة. يعني أنا شايف يومين مش كتير فكر. مفيش داعي للتفكير أنا عارف نفسي لو فكرت هتردد فهي مريم وخلاص بقى.